تقدر تسميها الأم الرؤوم. شلون الإنسان يتعلق بوطنه غير من حبه للأرض الوطن؟ فشيء مقدس. الفلاح أحمد خليل عبد الله من سكان قرية شنف ناحية النمرود قضاء الحمدانية. بالنسبة للموسم الشتوي نزرع الحنطة والشعير، بالموسم الصيفي نزرع حالياً نمارس زراعة الطماطة والرقي والخيار الباذنجان، يعني الخضروات هاي. قبل الدولة كانت تستورد من عندنا البنجر والقطن، حالياً ماكو جهة تستورد من عندنا أو تأخذ من عندنا المحصول، فانجبرنا تركنا هاي المحاصيل اللي هي محاصيل مضمونة. هذه عدم وجود تصنيع زراعي بالبلد، فالإنتاج قد ما يكون فائض بالإنتاج ماكو معامل أو مصانع تستقبل هذا المنتج الفائض، وبالتالي الأسعار تدنى وتسبب لنا خسائر. عالصدفة يعني حظينا بسوق زين أو العرض إذا كان قليل نربح، أما إذا كان العرض وفير والحدود مفتوحة لا، سلم لي على الخسارة.